السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور محمد الحسين علي، مدرس الهيستولوجي بكلية طب بنين جامعة الأزهر. إن شاء الله النهاردة أنا معاكم في أول محاضرة في الماسوسكيتال ميديول لطلاب الفرقة الأولى بعنوان ماسكولار تيشو. زي ما احنا عارفين إن الماسلز الموجودة في جسمنا في منها 3 أنواع. أول نوع اللي هو الكاردياك ماسل، تاني نوع اللي هو السموث ماسل زي الموجوده في الفيسرا وموجوده في البلاد فيسلز، والسكيلتال ماسل الموجوده على السكيلتون بتاعنا. من الصوره اللي احنا شايفينها دلوقتي نقدر نقول ان في ماسل بنلاقي فيها استرياشن زي مثلا الكاردياك ماسل وزي السكيلتال ماسل، في حين السموث ماسل ما بنلاقيش فيها الاسترياشن بتاعتنا. برضو احنا عارفين ان السكيلتال ماسل فولانتري with some exception، هنبقى نقولها بعد كده لما نيجي نتكلم in details على skeletal muscle، ولكن ال smooth muscle وال cardiac muscle involuntary muscle. عشان كده لما نيجي نقسم ال muscular tissue according to the morphological appearance بنقسمه ل striated و non striated. ال striated بيشمل ال skeletal muscle وال cardiac muscle، ال non striated بيشمل ال smooth muscle only. برضو لو احنا جينا نقسم المسكولار تيشو according to the functional classification into involuntary and voluntary muscles we will find that involuntary muscle include the cardiac and the smooth muscles، ولكن involuntary include only the skeletal muscle، include only the skeletal muscle. المسكولار تيشو الخلية اللي بتكونه اسمها muscle fiber، اسمها muscle fiber. المسل فايبر دي في بعض المسميات فيها بتبدأ تتغير مش زي أي خلية هناخدها بعد كده في جسمنا. فالمسل فايبر هنا السيل ممبرين بتاعها بيتغير اسمه into sarcolemma. السيتوبلازم اسمه ساركوبلازم، اللي اسمه اندوبلازميك ريتيكولوم بيبقى اسمه ساركوبلازميك ريتيكولوم. عشان بعد كده المسميات دي بنقولها في المحاضرة يبقى احنا عارفين كل مسمى من دول بيعود إلى إيه. الساركوليما مقصود بيه السيل ممبرين، الساركوبلازم مقصود بيه السيتوبلازم، الساركوبلازميك ريتيكولوم مقصود بيه السموث اندوبلازميك ريتيكولوم. احنا في محاضرة النهاردة هنتكلم على نوعين بس من الماسكولار تيشو اللي هما السكيلتال ماسل والسموث ماسل، سكيلتال ماسلز والسموث ماسل. أول حاجة السكيلتال ماسل، السكيلتال ماسل. الأورجن أوف سكيلتال ماسل إز ميزوديرمال إن أورجن. زي ما احنا عارفين ان الاورجين بتاع اي تيشو موجود في جسمنا بيبقى حاجه من 3، اما انه يكون اندوديرم او اكتوديرم او ميزوديرم. احنا عندنا الماسل سكيتال ماسل ميزوديرمال ان اورج. طيب ايه هي الاماكن اللي موجود عليها السكيتال ماسل؟ all the muscle attached to our skeleton، كل الماسل اللي موجوده على الهيكل العظمي بتاعنا كله بتكون سكيتال ماسل. وبرده من الاماكن الموجود فيها سكيتال ماسل التانج، برضو الفارينكس، الابر وان ثيرد اوف ذا اسوفيجس، دي كلها اماكن موجود فيها سكيلتال ماسل. طبعا الفانكشن بتاعت السكيلتال ماسل هي الموفمنت، الفولانتري كونتراكشن او الفولانتري موفمنت. اوكي، بس لو احنا بصينا على الامثله اللي احنا قلنا انها امثله للسكيلتال ماسل هنلاقي ان في بعض الماسلز ما ينفعش نقول عليها انها فولانتري، زي مثلا الفارينكس زي الابر وان ثيرد اوف ذا اسوفجس. فدي اماكن موجود فيها سكيلتال ماسل بات they ار involuntary muscles مش voluntary. تمام. طيب لو احنا جينا نبص على شكل السكيلتال ماسل، نبص على شكل الماسل اللي هو الاناتوميكال شيب بتاعها من بره، فنلاقي ان هي elongated و cylindrical muscles وcylindrical muscle. نفس المواصفات ديت هي نفس المواصفات بتاعت الخلية اللي بتكون المصل، يبقى المصل دي اللي هي البالكي مصل بتاعتنا. المصل فايبر اللي بتكون الماسكولار تيشو واخدة نفس مواصفات المصل اللي هي برضو elongated وcylindric muscle fiber، elongated وcylindric muscle fiber. تمام. بنلاقي حوالين المصل في connective tissues موجود في different levels، موجود في different levels. فهنلاقي مثلا ان المصل من بره، كل المصل من بره متغطيه بكونكتيف تيشو،
كونكت تيشو ده اسمه اي بي ميزيوم. اسمه ايه؟ اسمه اي بي ميزيوم. بعد كده لو احنا خدنا ترانسفيرس سيكشن في المصل بتاعتنا هنلاقي انها بتتقسم لبندلز، هنلاقي انها بتتقسم لبندلز. البندلز دي كل بندل من دول محاطه بكونكتيف تيشو، محاطه بايه؟ بكونكتيف تيشو. اسم الكونكتيف تيشو ده بيري ميزيوم. بيري ميزيوم تمام. جوه البندل، جوه البندل في عندنا بقى المسل فايبرز. المسل فايبر اللي هي الخلايا بتاعه الماسكولار تيشو، فكل مسل فايبر محاطه برضو بكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو ده اسمه اندوميزيوم، اسمه اندوميزيوم. يبقى انا كده عندي من بره خالص في كونكتيف تيشو، كونكتيف تيشو ده اسمه ايبيميزيوم. بعد كده جوه المسل في بندلز، المسل متقسمه لبندلز، كل بندل من دولت محاطه ب كونكتيف تيشو اسمه بيريميزيوم. بعد كده جوه البندل ذات نفسها في المسل فايبر، كل مسل فايبر محاطه بكونكتيف تيشو اسمه اندوميزيوم. طب ايه فايده الكونكتيف تيشو اللي موجود هنا ده؟ كونكتيف تيشو الفايده بتاعته ان هو بيكون في البلاد فيسلز والليمفاتكس، بيساعد انه يعمل بايندنج للمسل فايبرز بينهم من بعضها ويخليها سترونج ويمنع الديتاتشمنت بتاع المسل فايبرز. برضو بيساعد على الترانسميشن بتاع الكونتراكشن من السوبرفيشال مسل فايبر للديب مسل فايبرز. Also essential for الاتاتشمنت بتاع المسل للسكيلتون، الاتاتشمنت بتاع المسل فايبر للسكيلتون سواء بقى للتندون او البون اتسلف. المهم ان له فايده في الاتاتشمنت. يبقى الفانكشن بتاعت الكونكتيف تيشو كفرنج كارز بلاد فيسلز اند ليمفاتكس، بايندنج المسل فايبر توجذر، وترانسميشن اوف كونتراكشن فروم سوبرفيشال مسل فايبر تو ذا ديب مسل فايبرز، والاتاتشمنت بتاع المسل. تمام، نيجي بقى نشوف المسل فايبر تحت اللايت ميكروسكوب وتحت الالكترون ميكروسكوب. فتحت اللايت ميكروسكوب لو احنا جينا بصينا على الصورتين اللي تحت دولت، نيجي نبص على المسل فايبر هنلاقي ان هي سلندريك نون برانشنج. نون برانشنج برضو في سام اكسبشن النقطة اللي هي برانشنج ونون برانشنج. يعني مثلا المسل اللي موجوده في التانج دي برانشنج، هنلاقي لو احنا خدنا فيه سيكشن هنلاقي ان المسل اسكيت المسل اللي موجوده في التانج هنلاقي ان هي برانشنج. برضو اسكيت المسل اللي موجوده في الفيس في بعض منها بنلاقي ان هو برانشنج. بس برضو هنا بنتكلم ان جنرال، يعني بنتكلم في 90% من السكيلتال ماسل اللي موجوده في جسمنا فيها المواصفات دي اللي هي سلندريك ونون برانش. تمام، طيب السايز بتاع السكيلتال ماسل لارج سايز، لارج سايز either at the level of the diameter or in the length. For example in the diameter it range from 10 to 100 micrometer. ده ميستيك في المحاضره، هي from 10 to 100 micrometer. Also for the length it ranges from 1 to 40 millimeter. فالسايز ان جنرال بتاع السكيتال ماسل لارج سايز. تمام، طيب نيجي نبص بقى على النيوكلاي بتاعه الماسل فايبر، هنلاقي ان هي كل ماسل فايبر، يعني دي ماسل فايبر ودي ماسل فايبر ودي ماسل فايبر، كل ماسل فايبر هنلاقي ان هي فيها اكتر من نيوكليوس، اكتر من نيوكليس. يبقى كده المميزات بتاعت السكيلتال ماسل فايبر انها مالتي نيوكليتد، مالتي نيوكليتد. طيب المكان بتاع النيوكليس ديت هل هو سنترال ولا بريفرال؟ لا دي بريفرال، بريفرال لوكيتد، اللي هي موجوده على السيل ممبرين اللي هو الساركوليما. تمام، ولا ان هي فلات اوفال بريفرال لوكيتد اند مالتي نيوكليتد. تمام، والساركوبلازم اللي احنا شايفين ان هو اسيدوفيليك، ولو احنا بصينا شويه فيه هنلاقي ان الاسترياشن واضحه في الصوره بتاعتنا. يبقى لو في لايت ميكروسكوب ويز هاي ريزولوشن باور هنقدر نشوف فيه الاسترياشن اللي موجوده في المسل فايبر، وهنفهم قصه الاسترياشن ديت جايه منين كمان 5 دقايق بالظبط. تمام، طيب في خليه موجوده في السكيليتال ماسل، الخليه دي اسمها ساتلايت سيلز. ساتلايت سيل دي نلاقيها موجوده فين؟ بنلاقيها موجوده في شالو ديبريشن على السيل ممبرين. السيل ممبرين
لان حصل فيه ديبريشن كده، وبقى فيه نيوكليوس. النيوكليوس دي بتاع خلية اسمها ساتلايت سيل، اسمها ساتلايت سيل. الفايدة بتاعت ساتلايت سيل لغاية دلوقتي على حد معلوماتنا ان هي ليها ريجنريتيف فانكشن، ليها ريجنريتيف فانكشن، ملهاش اي دور تاني ك موفمنت او ككونتراكشن، او ليها فايده في الماسكولار تيشو غير انها ريجنريتيف فانكشن للماسل فايبر. تمام. طيب تحت الالكترون ميكروسكوب ايه الحاجات اللي ممكن اشوفها؟ تحت الالكترون ميكروسكوب في الساركوبلازم ممكن اشوف المايوفايبرلز والمايوفيلامنت، ممكن اشوف الساركوليما ان ديتيلز وحاجه اسمها ترانسفيرس تيبيولز، ممكن اشوف الساركوبلازميك ريتيكولوم، اشوف الاورجانيلز، اشوف الميتوكوندريا، اشوف الجولجي كومبلكس، اشوف الريبوزومز، اشوف الانكلوجنز زي الجلايكوجين والمايوجلوبلين واللايبوفيوشيسين. طيب اول حاجه هنتكلم عنها هي المايوفايبرلز والمايوفيلامنت عشان نكون متخيلين كل حاجه، كل حاجه واضحه في المحاضره. عندنا الماسل فايبر، دي الخليه بتاعت الماسكولار تيشو. الماسل فايبر دي جواها في المين بروتين اللي بيكون الماسل فايبر اللي موجود في السيتوبلازم اسمه مايوفايبرلز، اسمه مايوفايبرلز. كل مايوفايبرلز بتتكون من مايوفيلامنت، بتتكون من مايوفيلامنت. تمام. طيب المايوفايبرلز دي طبيعي انها تكون parallel to the long axis of the muscle fibers. Parallel to the long axis of the muscle fibers. And show alternating band. And show alternating band. زي ما احنا شايفين كده ديت muscle دي myofibril، وهنلاقي فيها band غامقة وband فاتحة. Band غامقة وband فاتحة. Light band ودارك band. فاللايت band بتاعتنا اسمها I band. ديت اللايت باند اسمها اي باند، الدارك باند اسمها اي باند. تمام. لو احنا جينا نبص على الدارك باند هنلاقي ان هي في النص كده ديفايد ان تو هافز باي ا بيل اريا، في بيل اريا موجوده في السنتر اوف ذا اي باند. البيل اريا ديت اسمها اتش باند اور اتش زون، اتش باند اور اتش زون. والاتش باند او الاتش زون ديت بعد كده هي كمان بتنقسم الى نصين بلاين اسمه ام لاين، اسمه ام لاين. يبقى انا كده عندي دارك باند اسمها اي باند، الدارك باند بايسكتد باي ا بيل زون كولد اتش زون، اند ذن الاتش زون از ديفايدد ان تو هافز باي ا لاين كولد ام لاين. Called M line. طيب ايه اخبار الاي باند اللي هي اللايت باند؟ هنلاقي ان اللايت باند divided into halves by a line in the center called Z line. Called Z line. تمام كده كل حاجه واضحه؟ في عندنا في المايوفايبريل حاجه اسمها ساركومير. حاجه اسمها ساركومير. ايه الساركومير ده بقى كمان؟ ساركومير ده الفانكشنال كونتراكتايل يونت ان سكيليتال ماسل، فانكشنال كونتراكتايل يونت ان سكيليتال ماسل. طيب ده موجود منين لفين؟ ده موجود من اول الزد لاين لغايه الزد لاين اللي هيجي بعده، يبقى to the region which is located between two successive زد لاين. So لو احنا جينا بصينا على الساركومير لان هو بيتكون من ايه؟ لان هو بيتكون من A باند كاملة، all A باند، كل الدارك باند دي كاملة اهيت، و half of the I band on each side. يبقى ادي زد لاين اللي هو قاسم لي الاي باند، وادي زد لاين اللي هو قاسم لي الاي باند، فهو واخد ال A باند كاملة واخد نص الاي باند هنا ونص الاي باند هنا. يبقى تاني ايه هو الساركومير؟ الساركومير ده الفانكشنال كونتراكتايل يونت الموجوده في السكيليتال ماسل. And it is a region between two successive Z line. Two successive Z line. So it's formed of half of the I band on each side
of dark band of dark band plus ال whole A band. كده واضح هي وصلت لمين؟ تمام. احنا قلنا المايوفايبريل بتتكون من مايوفيلامنت، بتتكون من مايوفيلامنت، كده ادي المايوفايبريل. المايوفايبريل بتتكون من مايوفيلامنت. طب ايه هي انواع الفيلامنت الموجوده في المايوفايبريل؟ الفيلامنتس الموجوده في المايوفايبريل في عندنا ثين فيلامنت وفي عندنا ثيك فيلامنت. في عندنا ثين فيلامنت وفي عندنا ثيك فيلامنت. طيب الثين فيلامنت ديت ايه؟ ايه هي انواعها؟ نلاقي فيه اكتين وتروبو تروبونين وتروبومايسين. في عندنا اكتين، في عندنا تروبونين، في عندنا تروبومايسين. تمام. طيب الثيك فيلامنت في عندي المايوسين. المايوسين. طب لو احنا جينا بصينا مره ثانيه عن المايوفايبريل، يعني نبص على المايوفايبريل دي وجينا نبص على الزونز والباند اللي احنا قلناها في السلايد اللي فاتت. فلو احنا مثلا جينا نبص على اللايت باند اللي هي الاي باند، ايه نوع الفيلامنت اللي موجوده فيها؟ هل هي موجود فيها ثيك ولا موجود فيها ثين ولا موجود فيها الاثنين؟ فلو احنا جينا نبص عليها هنا هنلاقي ان هي بتتكون من ايه؟ بتتكون من ثين فيلامنت اونلي. ثين فيلامنت اونلي. تمام. طيب لو احنا جينا نتكلم بعد كده عن الدارك باند اللي هي الاي باند دي، وجينا نبص على الفيلامنتس اللي موجوده فيها، هنلاقي انها بتتكون من الاثنين. شايفين الثين فيلامنت؟ نيجي نبص على الشكل تحت عشان الشكل ده واخد الجزء ده كده اللي هو حته من الساركومير between two successive زد lines زي ما احنا قلنا، ونشوف الفيلامنت اللي موجوده فيها. فالدارك باند هنلاقي انها بتتكون من thick filament و thin filament. بتتكون من thick filament وبتتكون من thin filament. thick filament و thin filament. تمام. طب لو احنا جينا نبص على ال H zone اللي هي اسمها لي dark band in two halves، هنلاقي انها بتتكون من thick filament only. thick filament only. تمام. طيب يبقى احنا بعد كده لما نيجي نتكلم او جينا مثلا سؤال شورت اكاونت او مثلا مالتيبل تشويسز، وجينا نقول الاي باند بتتكون من انهي نوع من انواع الفيلامنتس، فيبقى احنا عارفين الاي باند بتتكون من ثيك وثين فيلامنت. بتتكون من ثيك وثين فيلامنت. طب الاي باند اللي هو اللايت باند بتتكون من ايه؟ بتتكون من ثين فيلامنتس اونلي. ثين فيلامنتس اونلي. طيب الاتش باند بتتكون من ايه؟ بتتكون من thick filaments only. thick filaments only. طيب الام لاين، الام لاين اللي هو اللاين اللي قاسم ايه بالظبط؟ قاسم الاتش زون. قاسم الاتش زون اللي هي بتتكون من thick filament only. فالام لاين this is a dark region موجوده في center of the H band formed by cross connection at center of adjacent thick filament. يعني هو اللاين اللي قاسم الدارك باند وهو نقطه التلاقي بتاع الادجيسنت ثيك فيلمنت. ادجيسنت ثيك فيلمنت. تمام. طيب نتكلم بعد كده عن الساركوليما والترانسفيرس تيبيولز. زي ما احنا قلنا في اول المحاضره ان الساركوليما ده المقصود بايه؟ المقصود بيه السيل ميمبرين. وقلنا ان الكونكتيف تيشو اللي عامل كفرنج للمسل فايبر ده اسمه ايه؟ اسمه اندوميزيوم. اسمه اندوميزيوم. والكنكتيف تيشو ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجتين، بيتكون من بيزال لامينا وبيتكون من ارتيكولار فايبرز. بيتكون من بيزال لامينا وبيتكون من ارتيكولار فايبرز. تمام. طيب خلاص ادي شلنا الكنكتيف تيشو كفرنج بتاع المسل فايبر ونشوف السيل ممبرين اللي موجود تحته اللي هو اللون الاصفر ده، فنلاقي عليه من بره موجود فيه تيوبولار انفجينيشن. التيوبولار انفجينيشنز اللي احنا شايفينها ديت دي اسمها ترانسفيرس تيوبولز. اسمها ترانسفيرس تيوبولز او تي تيوبولز. ايه فايده التي تيوبولز ديت؟ فايده مهمه جدا. بتعمل ايه؟ بتعمل كوندكتنج للامبلس فروم
external fibers to the deeper fibers. To the deeper fibers. يعني عندنا المصل، في عندنا مصل فايبر موجودة في superficial layer، وفي عندنا مصل فايبر موجودة في الديب، في الديبس اوف ذا مصل. فازاي الكونتراكشن او الامبلس اتنقل من فوق لتحت؟ احنا قلنا قبل كده ان كانت ديت احد وظائف الكونكتيف تيشو كفرنج، سواء كان الكونكتيف تيشو اللي عامل كفرنج للمصل اتسلف ذا هول مصل فروم اوتسايد، اللي هو كان اسمه ايه؟ كان اسمه ايبيميزيوم، اسمه ايبيميزيوم. او الكونكتيف تيشو اللي عمل كفرنج للبندلز بعد ما خدنا ترانسفيرس سيكشن في المصل وشفنا البندلز اللي تتكون جوه المصل، فلقينا ان في كونكتيف تيشو برضو بيحوط كل بندل. الكونكتيف تيشو ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه بيريميزيوم. بعد كده المصل فايبر الكونكتيف تيشو اللي بيحوطها اسمه اندوميزيوم. فكانت من ضمن الفانكشن اللي بيقوم بيها الكونكتيف تيشو ده ان هو بيعمل برضو كوندكتنج للايه؟ للامبلس. ولكن الكوندكتنج امبلس المين فانكشن بتاعت الترانسفيرس تيوبيول، بتاعت الايه؟ بتاعت الترانسفيرس تيوبيول اللي هي قلنا تيوبولار انفجينيشن موجوده على الساركوليما اوف ذا ماسل فايبر. تمام. طيب لو احنا جينا نبص في الشكل ده في الترانسفيرس سيكشن في الماسل فايبر وجينا نبص على التي تيوبيول، هنلاقي ان التي تيوبيول دخلت من السيل ممبرين او من الساركوليما at the level of the junction between the dark band وال I band. dark band ال A band وال light band. فده السايت بتاع الانفجينيشن او بتاع الترانسفيرس تيوبيول اللي دخلت منه من خلال السيل ممبرين. تمام؟ تمام. طيب في عندنا الالكترون ميكروسكوبيك ستراكشر الثاني اللي هنتكلم فيه دلوقتي اللي هو الساركوبلازميك ريتيكولوم، واللي احنا قلنا عليه ان هو مقصود بايه هنا في الماسكار تيشو؟ السموث اندوبلازميك ريتيكولوم، السموث اندوبلازميك ريتيكولوم. فلو احنا جينا نبص على السموث اندوبلازميك ريتيكولوم on both sides of the transverse tubule هنلاقي ان هو بيعمل لي dilatation structure called terminal cisterna. شايفين الدايليتد ستراكشر ده موجود على اتش سايد من ترانسفيرس تيوبيول؟ ده اسمه تيرمينال سيسترنا. دي تيرمينال سيسترنا ودي تيرمينال سيسترنا، وفي الوسط ما بينهم التي تيوبيول. التلات ستراكشرز دول اسمهم ايه؟ اسمهم ترياد. اسمهم ايه؟ اسمهم ترياد. يبقى ترياد بيتكون من ايه؟ بيتكون من دايليتد sarcoplasmic reticulum present on each side of the T-tubule called terminal cisterna, plus T-tubule, تمام. ادي صورة للترياد. ادي الدايليتد سيسترنا موجودة فوق، وادي الدايليتد سيسترنا اللي موجودة تحت، وفي الوسط ما بينهم الايه؟ ال T تيوبيول. طيب دي موجودة فين بالظبط؟ دي موجودة عند الجنكشن بتوين الاي باند وبتوين الدارك باند اللي هو مكان دخول الايه؟ الترانسفيرس او التي تيوبيول. طيب قبل ما نسيب السلايد ديت نسأل بس سؤال كده، نقول ايه هو الساركومير اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية؟ الساركومير ده الفانكشنال كونتراكتايل يونت اللي موجود في السكيليتال مصل، وعرفنا ان الساركومير ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الـ distance between two successive Z line، يعني المسافة اللي between الـ Z line ده اللي هو عامل dividing للـ light band. فالمسافة اللي between two successive Z line دي اسمها ساركومير، طيب لو احنا جينا عملنا مستطيل كده عن المسافة اللي between two successive Z line اللي هي بتمثل الساركومير، نقدر نقول في كام ترياد موجود في الريجن ده؟ اه طبعا في عندي 2 ترايدز، الترايد اللي بيتكون من التي تيوبيول والترمينال سيسترنا اللي موجوده على اوتش سايد، والتي تيوبيول احنا قلنا من شويه ان هي موجوده فين؟ موجوده ات جنكشن بتوين اللايت باند والدارك باند. يبقى انا كده عندي في الساركومير في 2 ترايدز، طيب المسافه اللي ما بين 2 سكسيف ترايد ديت بعد كده بتتكون من فينستريتد نتورك فورمد اوف
sarcoplasmic reticulum, formed of sarcoplasmic reticulum. النقطة دي واضحة كويس، أتمنى ذلك. طيب آخر سلايد في السكيلتال ماسل هنتكلم فيها عن حاجتين اللي هما الريجنريشن والجروث اوف سكيلتال ماسل فايبر. الريجنريشن قلنا ان الوظيفة دي بيقوم بيها ايه؟ بيقوم بيها في اول محاضرة لو حد فاكر معايا كنا قلنا بيقوم بيها خلية موجودة على الساركوليما في شالو ديبريشن، كان الخلية دي اسمها ايه؟ اسمها ساتلايت سيلز، اسمها ساتلايت سيلز. ساتلايت سيل بيحصل لها ديفرنشيتنج انتو ماسل فايبر، فكده تعمل لي ريجنريشن. واحد مثلا خد ستاب ووند فحصل له كات في الماسكر تيشو بتاعه، فازاي يحصل ريجنريشن؟ عن طريق ستلايت سيل دي، سيل ديفرنشيتنج انتو ماسل فايبرز. طيب لو هنتكلم بقى عن الجروث، الجروث ات ذا ليفل اوف ذا لينس ده بيحصل ازاي؟ بيحصل برضو عن طريق ستلايت سيل، ان ستلايت سيل يحصل لها ديفرنشيتنج انتو ماسل فايبر، وبعد كده يحصل لها فيوجن مع الماسل فايبر اتسلف. يعني انا عندي في ستلايت سيل موجوده على السيل ممبرين، لسه الانديفيدوال ده او الشخص ده بيزيد في الطول، بيزيد في الطول under the effect of the growth hormone. طب ما يجي يزيد في الطول، المسل هيزيد في الطول ازاي؟ ان الستلايت سيل دي يحصل لها differentiating into muscle fiber، وبعد كده يحصل لها fusion مع المسل فايبر itself، فتزيد في اللينث وتزود لي عدد الايه؟ عدد النيوكلاي، عدد النيوكلاي. طيب لو عايزين بقى تزيد في الحجم، تزيد في الايه؟ في الحجم، تزيد في الوايتس. واحد في الجيم بقى وعايز يبقى شحات مبروك في نفسه كده، طب الموضوع ده يحصل ازاي؟ يحصل ان المايوفايبريل اللي هو المين بروتين الموجود في الساركوبلازم بتاع الماسل فايبر ده بتزيد، المايوفايبريل اللي هو البروتين ده بيزيد عددها، بتزيد ايه؟ بتزيد عددها عن طريق الايه؟ عن طريق البروتين سينثيسيس باي رايبوزومز، وعلشان كده كانت الرايبوزوم من احد الاورجانيلز الموجوده بكثره فين؟ في الماسل فايبر. طيب هل السكيلتال ماسل بيحصل لها ديفيجن؟ يعني ممكن يحصل فيها ميتوتيك ديفيجن مثلا؟ لا، الماتيور سكيلتال ماسل فايبر ما يحصلش فيها ايه؟ ما يحصلش فيها ديفيجن. حصل فيها كات او حصل فيها ديجنريشن او حصل فيها اي ووند، مش هيحصل ديفيجن، لا هيحصل فيه ريجنريشن، يحصل فيه ايه؟ ريجنريشن. هنتكلم عن الجزء الاخير في محاضره النهارده، هو عن السموث ماسل، السموث ماسلز. اول حاجه هنتكلم عنها زي ما اتعودنا الاورجن، فالاورجن اوف سموث ماسل ميزوديرمال ان اورجن، والاماكن اللي موجود فيها موجوده في الوول اوف بلاد فيسلز، وموجوده في الفيسرا اوف ديفرنت سيستمز زي ايه؟ زي جاسترو انتستينال تراكت، زي ريسبيرتوري سيستم، زي يورينري، زي السكن. طيب هل القاعده دي ثابته؟ لا، احنا قلنا كل قاعده ويبقى ليها شواذ. في عندنا سموث ماسل ولكنها اكتوديرمال ان اورجن، اكتوديرمال ان اورجن زي ايه؟ زي المايو ابيثيليال سيلز، زي المايو ابيثيليال سيل اللي اسمها الباسكت سيلز لو انتوا فاكرينها من الابيثيليوم، وكذلك برضو زي الايريس. الاثنين ماسلز دولت اكتوديرمال ان اورجن، اكتوديرمال ان اورجن. طب السموث ماسل ان جنرال ايه هي الوظيفه بتاعتها؟ دي بتعمل ريجوليشن للسايد اوف ذا لومن of the hollow organ, of the hollow organ. زي مثلا ايه؟ زي الستومك، زي الانتستين. طيب بتعمل ايه تاني؟ produce the peristaltic movement of the digestive tract, produce the muscle tone of the wall of blood vessels. يبقى بتتحكم في البريستاليسيس بتاعت الانتستين، وكذلك برضو بتتحكم في المسل تون بتاع البلاد فيسلز. برضو السموث ماسل ممكن تكون لي الكولاجين والالاستين وجلايكوزامين وجلايكان وجروس فاكتورز اللي هي جراوند سبستنس، كل الحاجات ديت بجانب الخلايا اللي بتكونها، السموث ماسل برضو ليها دور في انها تكون الحاجات دي كلها. طبعا من اشهر الحاجات، من اشهر الخلايا اللي بتكون الجراوند سبستنس هي الايه؟ هي الفايبروبلاست. برضو السموث ماسل ليها دور انها تكون الكولاجين والالاستين والجلايكوزامين وجلايكان وجروس فاكتورز. طيب هنتكلم دلوقتي عن السموث ماسل اندر ذا لايت مايكروسكوب. لو احنا جينا بصينا على الصوره دي، ده عباره عن سيكشن متاخد في الكولون ستيند وذ هيماتوكسين اند يوسين،
هنلاقي ان السموث ماسل فايبرز الموجودة في الصورة ديت شكلها فيوزيفورم ان شيب، فيوزيفورم ان شيب. طب النيوكليس اخبارها ايه؟ النيوكليس هنلاقي ان هي مش بريفرال لوكيتد زي ما شفناها فين، زي ما شفناها في السكيلتال ماسل، هنلاقي ان هي سنترال لوكيتد نيوكليس، سنترال لوكيتد نيوكليس. السموث ماسلز موجوده في صوره لايرز، تبقى دايما موجوده في صوره لايرز. اللايرز دي الارانجمنت بتاعها في اللاير دي اما انها تكون سيركولار لينجيتودينال اوبليك اور سبايرال اور سبايرال. طب السايز بتاع السموث ماسل سمول، الدايمتر من 3 ل 8 مايكرومتر، واللينس من 3 ل 200 مايكرومتر، 200 مايكرومتر. طيب ايه هي الالكترون مايكروسكوبيك ستراكشرز اللي ممكن اشوفها في السموث ماسلز؟ اول حاجه المايوفيلمنت، المايوفيلمنت احنا قلنا هناك في السكيلتال ماسل كنا شفنا هناك ايه، كنا شفنا هناك الثين والثيك، الثين ده الاكتين والثيك ده المايوسين. هنا بيظهر لنا نوع فيلمنت جديد اسمه انترميديت فيلمنت، انترميديت فيلمنت، ودي اما انها تكون ديزمن اور بايمنت، ديزمن اور بايمنت. ايه تاني ممكن اشوفه؟ ممكن اشوف على السيرفيس بتاع السموث ماسل حاجه اسمها دنس بودز، حاجه اسمها دنس بودز. شايفين دنس بودز ديت؟ اعلم لكم عليها دنس بودز. الدنس بودز ديت ده عباره عن دارك جرانيولز، موجوده فين؟ موجوده على الساركو لما، موجوده على الساركو لما. ايه اللي عشان اشوفها تحت الميكروسكوب محتاج ان انا ازبخها بسبيشال ستين كولد ايرن هيماتوكسلين، كولد ايرن هيماتوكسلين. طيب ايه تاني موجود تحت الالكترون ميكروسكوب ممكن اشوفه؟ حاجه اسمها الكافيولا، حاجه اسمها الكافيولا. الكافيولا دي عباره عن ايه؟ عباره عن انفيجينيشن، عباره عن انفيجينيشن، موجوده فين؟ موجوده على الساركوليما، موجوده على الساركوليما. واول ما تسمع كلمه انفجينيشن موجوده على ساركوليما دماغنا على طول تروح فين؟ تروح للتي تيبيول، للترانسفيرس تيبيول اللي احنا خدناها في السكيلتال ماسل. فهي برضو هنا بتقوم بنفس الوظيفه اللي هي ترانسميشن اوف كونتراكتايل امبلسز، عن طريق انها بتقوم بتيك اب اند ريليز اوف كالسيوم which is essential for the contraction of the smooth muscle. تمام. برضو بشوف الجاب جانكشن between السموث ماسل فايبرز which is essential for facilitating the ion and electric impulse transmission from fiber to another. بعد كده في السيتوبلازم بشوف في باقي الستراكشرز زي ايه؟ زي الميتوكوندريا، زي جولجي، زي الراف اندوبلازميك ريتيكولوم والرايبوزومز. الكونتراكشن اللي بيحصل في السموث ماسل بيتميز ان هو slowly وبياخد longer time، بياخد time اكبر. ده نتيجة ايه؟ نتيجة slow rate of ATP hydrolysis، ونتيجة لذلك بنلاقي ان الانرجي اللي smooth muscle محتاجاها بتكون قليلة لو احنا قارناها بالانرجي وبال ATP hydrolysis اللي بيحصله في skeletal muscle واللي بيحصله فين؟ واللي بيحصله في cardiac muscle. الكونتراكشن اللي في smooth muscle الانيشيشن فاكتور بتاعه بيختلف على حسب المكان بتاع السموث ماسل. فمثلا الفاسكولار سموث ماسل تريجرد باي نيرف امبلس، الفيسرال سموث ماسل تريجرد باي ستريتشنج اوف ذا ماسل اتسلف، في اليوترس ديورينج ليبر تريجرد باي الاكسيتوسين، السموث ماسل اللي موجوده في باقي جسمنا تريجرد باي ابينفرين، تريجرد باي ابينفرين. اخر حاجه الريجنريشن اللي بيحصل في السموث ماسل بيحصل عن طريق اما ان يحصل ميتوتيك ديفيجن او ان يحصل ديفرنشيشن فروم سبيشال سيل زي البيريسايت اللي موجوده حوالين الايه البلاد فيسلز. برضو الجروس في السموث ماسل ات ذا ليفل اوف ذا وايتس بيحصل باي هايبرتروفي انها تزيد في الحجم، او ان يحصل بروليفريشن باي ميتوتيك اكتيفيتي اوف سموث ماسل فايبر زي ما بيحصل فين؟ زي ما بيحصل في اليوترس وزي ما بيحصل في الجي اي دي.
وبكده يبقى احنا خلصنا. في النهاية بشكركم على حسن الاستماع، وأنا سايب الإيميل بتاعي، لو في أي حد عنده أي استفسار أو في أي حاجة مش واضحة سعدني جدا إن أنا أستقبل إيميلاتكم، ونلتقي على خير إن شاء الله. ربنا يحفظكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.